كل ما يبدلون مختار يفترون على الناس في سبيل ياخذون من عندهم 2000 2000 هذا المختار يعني الجيبه يعني احنا اليوم ابتزاز ابتزاز طبعا يعني المختار طبعا بس هي الناس بها حال ما عندها فلوس مو هي هاي المصيبه الناس ميته من جوعها زين. هم يلاحقوه على الجفن ويا ريت عنده جفن هم مبوصله لا في ودافني ورقه استماره بالفين بالفين والف مال استنساخ هاي ثلاثه ويروح وتروح وراء بألفين ثلاثة وتعال لازم تبيع لك حاجة من البيت بس احنا نرجع ونقول اللي صار بالموصل المفروض يكون درس ها بالتالي مرحلة الانهيار سبقتها ظلم وفساد وعدم اهتمام اليوم احنا ليش نعيد نفس المسلسل لان الخلل بينا الخلل بينا احنا ما نقول هذا اعور نقول له انت كريم العين وانا الساعة 3 سنوات ونص البيت مالي والمكتبة مالتي وابني 3 معاملات 3 سنوات ونص يراغون بها في سبيل يبتزوني